السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة خمسة؟ النهاردة بإذن الله هناخد أول درس في المفاعيل الثلاثة المطلوبين منكم السنة دي أو الترم الثاني. عندنا مفعول به والمفعول لأجله والمفعول المطلق، هما دول المطلوبين من حضراتكم الترم الثاني. أولا المفعول به ده سهل جدا واخدناه كذا مرة، اللي هو عبارة عن إيه يا حبايبي؟ شاطرين، اسم منصوب يكمل معنى الجملة الفعلية، واقع عليه فعل، الفاعل. اوعى حد يجي مثلا يبقى احنا بنتكلم في جملة اسمية ويقول لي مفعول مطلق ولا مفعول به ولا مفعول لأجله. ماشي يا حبايبي، احنا عندنا جملة فعلية فيها فعل وفاعل، المفعول به هو اللي بيقع عليه فعل الفعل، والمفعول به يا حبايبي يا يجي مفرد، في حالة المفرد بيبقى ليه إعراب زيه زي جمع التكسير. شاطرين، كان بيبقى منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة في حالة المفرد وجمع التكسير. طيب هنقول اهو يقرأ التلميذ الدرس، مين الواقع عليه فعل الفاعل؟ الدرس. هو التلميذ قرأ ايه؟ الدرس. يبقى المفعول به عندنا مين؟ الدرس. لما اجي اعرب بقول ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، والسبب ايه يا احبابي؟ عشان هو مفرد. شاطري، كافأ مدير الطلاب. فين المفعول به؟ فين الواقع عليه فعل الفاعل؟ الطلاب. برافو، هنعربه ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب ليه يا حبايبي؟ عشان هو جمع تكسير. طيب في حالة المثنى وحالة الجمع المذكر السالم، برافو الله أكبر عليك، وكنا بنقول إيه؟ في حالة النصب بينصب ويجر بالياء، يبقى نوت في حالة المفعول به، فين المفعول به؟ كرمت الدولة، مين الواقع عليه فعل الفاعل؟ رجلين. شاطرين، يبقى رجلين هننزلها منصوبة بإيه؟ بالياء، والسبب لأنه مثنى. شاهد الرجل المصلين في المسجد، في المسجد. شاهد فعل، الرجل فعل، ها المصلين. شاطرين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. صاحبتنا حبيبتنا الجمع المؤنث، الحالة الوحيدة اللي بيبقى منصوب بالكسرة، فين اللي واقع عليه فعل الفاعل؟ كلمة المسلسلات، تشاهد الأسرة المسلسلات، يبقى فين المفعول به؟ المسلسلات، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ شاطرين، الكسرة. ليه يا أحبابي؟ لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى المفعول به درس طيب ولذيذ، بيتكلم عن إن هو اسم منصوب بيكمل معنى الجملة الفعلية، وهو من وقع عليه فعل الفاعل، والفتحة بيبقى في علامات النصب بتاعت المفعول به، بيبقى مفتوح، بيبقى بالفتحة في حالة المفرد وجمع التكسير، بيبقى منصوب وعلامة نصبه الياء في حالتي المثنى وجمع المذكر السالم، بيبقى منصوب وعلامة نصبه الكسرة في حالة جمع المؤنث السالم. ومن فضلكم يا سنة خمسة، بإذن الله التدريبات الموجودة عند حضرتك في البوكلت وفي كتاب المدرسة إن شاء الله هنحلها وهنصححها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.